جايكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. نسكروا ملف الكلوب ونحلوا ملف جماعية كبيرة أخرى اللي هي النادي الصفاقسي وبرشا جديد وبرشا تغيرات في السي اس اس. على ذاك معنا مراسلنا في صفاقس فاضل أبو جناح. فاضل أهلا بك. مرحبا بك إسلام ومرحبا بالسادة مستمعي إكسبريس اف ام. شنو الأمور خويا؟ الحمد لله. بالنسبة للأمور الجديد في النادي الرياضي الصفاقسي أنه اليوم تحول أمورك أنت قبل السي اس اس. نعم. أمورك أنت أسأل على أحوالك لاباس شنو الأمور؟ لا الحمد لله إسلام، الحمد لله يسأل عليك الخير يعطيك الصحة. إن شاء الله نكونوا بخير احنا والمستمعين إن شاء الله إكسبريس اف ام وتواصل كل إن شاء الله الناس كل تعدي صيفة باهية وإن شاء الله ربي يفرج على حال البلاد إن شاء الله. إيه والجمعية؟ الجمعية كيف حال البلاد معناها إسلام فهمت؟ ثم دي زوي دي با فهمت؟ أبان الجمعية إن شاء الله نقولوا لاباس. اليوم كما قلت لك إسلام تحولوا لتونس النادي الرياضي الصفاقسي، الملاعبيات لمدوا في النزل لهنا وبعد أخذوا الحافلة تحولوا الصبحية للعاصمة باش يعملوا غادي ستاج. ستاج هذا مطول شوية المرة هذه إسلام حوالي أسبوعين. النادي الرياضي الصفاقسي باش معناها باش يعمل فيها هذا لمسات الختامية قبل العودة نتاع النشاط نتاع الرابطة المحترفة الأولى. نعرفوا أنه أول مباراة باش تجمع النادي الرياضي الصفاقسي في فريق اتحاد تطاوين في تطاوين باش تكون نهار 2 أوت إن شاء الله. دونك النادي الرياضي الصفاقسي كما قلت لك دخل توا معناها في السلسلة الأخيرة نتاع التحضيرات هذه. مش عادي جمعتين ستاج وبعد تالي من المنتظر حسب ما سمعنا انه النادي الرياضي الصفاقسي في طريق العوده باش يتعدى ممكن على القروان وين باش يقوم بمباراه وديه ثانيه مع فريق الشبيبه الرياضيه القيروانيه، خاصه وان المباراه الاولى اللي كنا تابعناها مباشره من احد النزول في سوسه المباراه كانت ممتازه بين الزوز فرق، روح رياضيه كانت موجوده بيناتهم. معناها تحدثنا مع لاعبين من شبيبه القيروانيه ولا حتى مع مدرب النادي الرياضي الصفاقسي في فتح جبال ولا حتى بعض اللاعبين من النادي الرياضي الصفاقسي اشادوا ان المباراه كانت معناها باهيه للزوز فرق. دونك لانتونسيون هي موجوده باش يعاودوا مباراه ثانيه في القروان وبعد ما يكملوا المباراه هذه في القروان يعاودوا يرجعوا النادي الرياضي الصفاقسي للصفاقس يستكملوا التحضيرات نتاعهم وقبل ما يتحولوا لتطاوين لاجراء المباراه امام اتحاد تطاوين. هذا بالنسبه للتحضيرات اسلام. بالنسبه للمجموعه، المجموعة كاملة تنقص كونشي اللاعب الجزائري اللي مازال ما معناها ما رجعش لتونس اسلام بكير. اسلام بكير اللاعب هذا موجود في الجزائر يقوم بالتحضيرات نتاعو بصفة انفرادية غادي في الجزائر يستنى وقت يحلوا الحدود باش يروح لتونس. لكن بريفيو في الايام القليلة القادمة باش يوصل لتونس وباش يدخل في الحجر الصحي. النادي الرياضي الصفاقسي هو اللي باش يتكفل بالحجر الصحي نتاعو في احد النزل في تونس باش يختاره من الفريق. الملاعب هذا باش يوصل التمارين نتاعو على انفراد يكمل الحجر الصحي نتاعو بعد تالي يلتحق بالمجموعه تقريبا. نقولوا الالتحاق نتاعو باش يكون مؤخر شويه مش كيما اصحابه، خاطر اصحابه سابقينه في التحضيرات معناها مش باش يكون موجود في المباريات الاولى نتاع العوده نتاع نشاط الرابطه المحترفه الاولى، باش يكون معناها العوده متاخره شويه وتنجم حتى تتزامن مع الموسم الجديد. بالنسبه للاعبين الاخرين ثم معناها حديث على اصابه، الحديث هذا معناه خاصة بعد نهاية التربص نتاع سوسة يخص اللاعب الوسط كريسكو وكولي. قبل ما نحكيو فاضل، قبل ما نحكيو على الإصابة نعم؟ فاضل قبل ما نحكيو على الإصابة قلت لي إسلام بكير فقط غايب، هما زاد أيضا حسين السيد غايب، حمزة المثلوثي غايب، شنو هي وضعياتهم اليوم هذا الزوز؟ بالنسبة لحمزة المثلوثي نعرفوا الناس كل أنه عنده معناه اتصالات مع الزمالك المصري. لكن ثم اتفاق آخر الأخبار أنه معناها ما فماش اتفاق ويمكن حتى الزمالك المصري معناها ماهوش باش يتم الزيجة هذه بين زوز أطراف. معناها نكملوا معناها تقريب الايامات هذه وحمزة المثلوثي إذا كان ما فماش معناها نية التعاقد مع الزمالك المصري نجم تكون ثم امكانيه انه يكمل مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. لكن خاصه انه ثم اخبار تحدثت على فريق الترجي الرياضي انه باش يقوم باتصالات مع حمزه المثلوثي. الترجي الرياضي كانت النيه نتاعو واضحه واتصل معناها بحمدي النجاز وتعاقد مع حمدي النجاز. دونك من المتوقع اذا كان ما تحولش للزمالك المصري اذا كان ما جاش اوفر واحد اخر نجم نقولوا انه معناها بنسبه كبيره حمزه المثلوثي باش يواصل مع النادي الرياضي الصفاقسي. علاش ماهوش يتدرب فاضل؟ خاصه سمعنا قبل كان فما اتفاق باش يكمل السيزون مع السي اس اس والبطوله المصريه واقفه، نعرف ما يحتاجوش الزمالك حتى لو كان ماشي للزمالك، كان فما اتفاق باش يكمل مع السي اس اس، علاش ماهوش في التمارين معناها؟ هو حمزه المثلوثي بالنسبه لي له قاعد معناها لحد الان على ذمه النادي الرياضي الصفاقسي.
لكن انه مش موجود مع الفريق هنا معناه كان عنده معناه الضوء الاخضر من هاي المديرة حسب ما سمعنا انه باش يناقش على روحه العروض نتاعه اللي جاته خاصة عرض الفريق الزمالك المصري معناه اعطاوه الهامش نتاع الوقت معناها كبير باش يقرر فيه معناها المستقبل نتاعه خاصة وانه حمزة المثلوثي في السفاق في حظة باحترام الجماهير والهيئة المديرة معناها والاطار الفني والاداري المدرة في السفاق في لاعب خلوق لاعب معناها ولد عائلة معناها الناس الكل هنا قالوا له معناها خذ راحتك خذ وقتك خمم في مستقبلك واذا كان معناها ما سهلوش ربي في عرض ولا في حاجة قالوا له ابو النادي الراضي السقفي ديما مفتوحة قدامك خاصة وانه اللاعب هذا مش لاعب عادي هو لاعب وقائد فريق في النادي الراضي السقفي ومعناها وقيادة الفريق نعرفه اللي ثم برشا ركائز خاصة بعد خروج علي معلول معناها وفرجان نساسي قبله هو وكذا معناها ما فماش شكون اخذ اشارة القيادة الناس الكل اجمعت على حمزة المثلوثي باش ياخذ امامون دوني باش ياخذ اشارة القيادة هذه وكان اهل لها المهمة هذه دونك كما قلت لك توفى الايامات يشوف روحه هو ما عندهش عرض واحد اخر باش يكمل مع فريق النادي الرياضي السياسي حسين السيد والله كثر عليه الكلام اسلام ثم معناها شوية عدم رغبة في المواصلة من حسب ما سمعنا مصادر مقربة ليه الملاعب هذا عدم رغبة في المواصلة وخوض تجربة احترافية باش يعاود يرجع الخليج خاصة وانه عمل تقريب موسم في احد الفرق في الامارات العربية المتحدة اللاعب هذا يحب يعاود تجربة واحدة اخرى في الخليج بالنسبة لي له حاليا معناها مازال ما رجعش للساقس وما نتخيله لي معناها رجوع متاعه للساقس معناها مستبعد شوية قلت لك بلك إصابة ولا حاجة هكا قلت لك في تربص سوسة كان ثم شوية حديث على اللاعب كريس كواكو انه معناها تعرف الإصابة هذه قال ثم حتى شكون تحدث على شهرين من الراحة كنا متواجدين في تربص سوسة الفارت في آخر مباراة مع فريق الشبيبة القيروانية كما حكينا الساعة وتحدثنا معناها البعض افراد الطاقم الطبي وقالوا لنا انه اللاعب هذا محتاج تقريبا من 5 أيام الاسبوع راحه وبعد تالي يرجع للنسق نتاعو نتاع التمارين عادي وديجا موجود اليوم مع المجموعه اللي تحولت لتونس اسلام بخصوص القضيه نتاع زوز لاعبين غينيين لي دو كامارا عثمان كامارا نبي كامارا هذوما القضية معناها ما الحس ما سمعت انه ما فماش قضية لكن فما رغبة من الملاعبية هذوما ولا ممكن تكون معناها صدقا فما قضية هو المحامي متاحهم محمد التويتي بعث تنبيه للسي اس اس بالخلاص وعطاه مجال جماعتين معناها إيه نعرفوا انه التنبيه بالخلاص يسبق القضية القضية الموضوع متاحهم معناها هذا شنو نقصد بالقضية واضح معناها لهنا الملاعبية هذوما بعثوا عن طريق محامي نتاعهم الى عدل منفذ للنادي الراضي السقفي المطالبة بمستحقات نتاعهم نعرفوا ان النادي الراضي السقفي معناها ما يخفاش على حتى انه معناها مثل بقية الفرق في تونس حاليا معناها ثم ضائقة مالية كبيرة خاصة مع فترة الكورونا هذه حتى المستشهرين معناها نقصوا معناها ولا جبدوا حتى معناها الإشارة نتاعهم معناها التبرعات نتاع الرجال النادي الرياضي الساف تقريبا ما فماش لجنة الدعم حتى ثم ناس تحدثت على لجنة الدعم باش ترجع وكذا لحد اللحظة ما فما حتى شيء منها لجنة الدعم دونك كيما قلت لك كأي معناها مثل باقي الفرق في تونس كيما معناها حتى الفرق الكبار النجم الساحلي ونادي الإفريقي اللي يمروا بضائقة مالية كبيرة النادي الرياضي الساف ما يخفاش على حتى حد اللي عنده ضائقة مالية كبيرة طلب اللاعبين هذوما قال لهم بالنسبة لي بإذن الله نية معناها الخلاص موجودة لكن ثم بعض الإشكاليات اللي توا معناها حالة دون الخلاص نتاع الملاعبية هذوما خاصة بعد العقلة الأخيرة اللي عقلتها أحد شركات الاتصالات في تونس اللي شاكية بالنادي الرياضي الصفاقسي على خلفية قضية قديمة عقلت بمبلغ كان باش يدخل للخزينة نتاع النادي الرياضي الصفاقسي لكن ما تمكنش معناها منه الفريق معناها ما تمكنتش من معناها ما خدت المبلغ هذا خاطر فما عقلة قامت بها الشركة هذه سويت على حكم شركة الاتصالات هذه نعرفوا النادي الرياضي الصفاقسي متعاقد مع شركة وكان متعاقد مقبلها مع زوج شركات أخرين الشركة الثالثة هذه هي قاعدة تعمل سبونسور مع النادي الرياضي الصفاقسي
احد الشركات اللي قبلها هي اللي قامت بقضيه وعقلت المبلغ اللي كان رفضته شركه ساسه باش تعطيه للنادي الرياضي ساف. دونك الضائقه الماليه هذه الكبيره خلات ثم المستحقات مش نتاع ملاعبيه كره قدم فقط، حتى ملاعبيه كما نقولوا الفولي وبرشا فورو اخرين وكره السله بنات معناها مازالوا ما ماش خالصين، ولو انه نادي الرياضي ساف في المده الفايته رئيس فريق معناها خصص شهريه عطاها بعد الرجوع من الكورونا وزح على اللاعبين الأكابر بتاع نادي الرياضي الساقسي. موضوع كينغسلي سوكاري وكينغسلي يودو قاعدين موجودين مع الجمعية، الأخبار معناها ثم ساعات هالة إعلامية تخرج معناها أنه على سوكاري يحب يفسخ حب كذا، لكن بالنسبة للتفاهم موجود بين رئيس الفرع وبين فريق وبين سوكاري. كما قلت لك الضائقة المالية معناها كما الفراق الكل القاطب ظلالها شوية على حكايات الملاعبية متقلقين على فلوسهم وكذا، لكن حسب ما سمعنا أنه الملاعبية موجودين في ستاج وقاعدين قائمين بالتحذيرات نتاعهم باش يكونوا متواجدين في هبط ثم وعود خلاص من الهيئة المدير. سوكاري عطا مهلة معناها للنادي الصفاقسي باش كيف كما قال كما زوز غنيين في جمعتين باش يخلصوا في فلوسهم. اي بالطبع هما توا باش تكون ثم اتصالات بون خلاص الفلوس ولا، لكن باش تكون ثم اتصالات بين الهيئة المديرة وبين الملاعبية هذوما وحتى بقيه الملاعبيه الاخرين باش يشوفوا الصيغه كيفاش الامثل خلاص المستحقات هذه كسوا يشوفوا لهم المبلغ معناها ما تخيلوش المبلغ باش يكون كامل على خاطر ثم ضائقه كبيره في الفريق، لكن باش يوصلوا لصيغه معناها اتفاق معناها يفهموا بشويه خلاص ولا باش يوصلوا صيغه باذن الله على خاطر الكورون لهنا ثم همسه الوصل بين هاي المدير والملاعبيه. هذا معز المستيري رئيس الفرع اللي هو في حد في نفس الوقت الناطق الرسمي تاع الفريق، معز المستيري يحظى باحترام تقريبا الجميع خاصه الجماهير والملاعبيه وكذا، هو اللي معناها قاعد يقوم بالمهمه هذه بين الفريق وبينه، حتى نعرف انه تقريبا اسبوعين التالي كانت ثم اشكاليه بين ايدو وسكري والفريق، تدخل فيها معز المستيري وقع فضل الاشكاليه هذه، رجعت الحكايه الاخرى معناها حكايه المستحقات كيف من جديد، ونتخيل انه باش يوصلوا لصيغه معناها تفاهم وديه بين الزوز اطراف وباش يتم بعد تالي تمكين الملاعبيه، نتخيل بالاقساط من معناها من المبالغ المتخلده بالذمه. اليوم وقع اليوم السابع فاضل احكي على الاهلي باش تقدم بشكوى بالنجم الساحلي ايضا والسي اس اس للكاب بخصوص فلوسه اللي يحبهم نحكيو على السي اس اس للكاب تاع السي اس اس. بالنسبة للسي اس اس الاهلي المصري هذه ثم فلوس قديمة متخلدة بدمة النادي الرياضي الساقسي هي حال تقريب 102,000 يورو حوالي 330 مليون ولا 320 مليون، كانت 120,000 وقع خلاص مبلغ صغير وما زالت 100,000 يورو. المبلغ هذا النادي الرياضي الساقسي معناها متخلد بذمته الفايت فريق النادي الاهلي المصري على صفقه معناها خلفيه نعرفوا الناس كل انتقال المهاجم النيجيري اي فما اتفاق خلاص جونيور جاي هذا نعرفوا العلاقه نعم قلت نعم كي هذا نعرفوا تفاصيل الحكايه ما فما اتفاق خلاص ولا لا الاتفاق لحد الان ما فماش اتفاق، لكن بالنسبه للعلاقه بين النادي الرياضي الساقسي والاهلي المصري هي اللي يمكن خلات بون هي طولت شويه الحكايه، لكن ديما ثم علاقه بين النادي الساقسي ومسؤولي الاهلي المصري، ثم معناها كيما نقولوا يصبروا عليهم شويه وفما تقريب معناها على خاطر هذه مش المره الاولى اللي تحصل اشكاليه ولا فريق النادي الاهلي المصري يطالب بالفلوس نتاعو، لكن كل مره يوصلوا لاتفاق تفاهم ياجلوا الفريق الاهلي المصري معناها المساله، ونتخيل زاد باش يتحطوا المده هذه المسؤولين بتاع الزوز في رقه كيف ما قلت لك الضائقه كبيره وباش يشرحوا لهم الفريق الاهلي المصري ويمكن يتم تسديد جزء من المبلغ ويمكن ينجموا حتى يصبروا عليهم. اليوم ظهر لي فما شكوى بعلي المرزوقي للجامعه تقدمت ما الحق ما زلنا ما وصل ما حد علمي ما وصل لإدارة نادي الرياضي الساقسي حد شيء لا بالعكس نادي الرياضي الساقسي هو اللي قام بالشكوى سياسيس شكل الجامعة بعلي المرزوقي علي المرزوقي خاطر لحد الان ما التحقش بالنادي الرياضي الساقسي وما زال هو تحت معناها العقد نتاعو ساري المفعول مع الفريق الجوان 2021 نعرفوا انه علي المرزوقي هو اللي سبق وانه شكاب الفريق وعلى المرزوقي كما تعرف الناس كل معناها بعثت فاضل يعني سلميم هو اللي وقف معناها في هو المحامي بتاع اللاعب هذايا هو اللي قاعد ينسق بين علاء معناها مع علاء المرزوقي وثم نادي الرياضي الساقسي تو حتى اذا كان الفريق قام معناها بشكايه صويت على غياب اللاعب هذايا على التحضيرات ومعناها عدم تواجده مع الفريق.
اخر سؤال بخصوص الجلسه العامه الانتخابيه، فما كان تاجيل الجلسه العامه؟ رسميا ما فما حد شيء اسلام، معناها بالنسبه للجلسه العامه موقعش تعيينها، ثم جوست كلام تحدث، معناها ثم عباد تحدثت انه باش تكون 16 17 18 جويلة، لكن ما ثم حتى بلاغ رسمي للنادي الرياضي السقفي ظاهر فيه انه الجلسة هذه باش تم في الموعد هذاك. دونك لكن المرة هذه سمعنا كان معناها باش توخر شوية الجلسة العامة، ممكن تكون حتى بعد انتهاء الموسم الرياضي هذا وتكون تقييمية وانتخابية والجلسة عامة هذه، وشوفوا بعد الفريق الوضعية متاعه بعد انتهاء الموسم وبعد تالي يعمل الجلسة متاعه. على ايه سبب متاع التوخير متاعها؟ والله اسمعنا انه فما حديث على ثم تدقيق في حسابات احد المنظومات التابعة للفريق، الناس تعرف اللي هو معناها منظومة او هيكل سوسيو في النادي الرياضي السقفي، معناها ينتهي الخبير محاسب من معناها من العمل نتاعو، ومن بعد تالي اوتوماتيك ما يتعداو للجلسه العامه يعين هو معناها بالتنسيق مع الهيئه المديره يقع تعيين تاريخ الجلسه العامه الانتخابيه. واضح، يعطيك صح، شكرا لك فاضل ابو جنيح على كل هذه التفاصيل. دونك مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى ال 25، مازال معنا عديد المواضيع تخص ايضا عديد الفرق، النجم الساحلي كذلك الاولمبي البلجي، وباش يكون معنا الحكي هوند محمد السوسي اللاعب المنتقل من مونبيليي الفرنسي لترومبلاي. فاصل ثم موزيكا ثم راجعين في فريق.